السلام عليكم. اخيرا مشروع انبوب الغاز المغرب نيجيريا وصل الخطوة الأخيرة ديالو قبل مرحلة التشييد والبناء. اليوم موريتانيا والسنغال دخلوا على الخط ووقعوا معنا اتفاق نقل وتسويق الغاز الطبيعي اللي اكتشفوه عبر الأنبوب اللي غيربط بين نيجيريا والمغرب وصولا لأوروبا. أيضا مجموعة السيدية وقعوا على نفس الاتفاق، وبهذا الشيء تم بشكل رسمي إنهاء الجدل اللي كان طيلة السنوات الأخيرة بين المغرب والجزائر على شكون فيهم غير بحر الريهان لاحتضان الأنبوب اللي غينقل الغاز النيجيري نحو أوروبا. من جهة أنبوب الغاز المغرب نيجيريا كان دائما مشروع طموح، كيمر وكيربط بين 16 دولة إفريقية وكيمنح فرصة لهذه الدول كلها للاستفادة من الغاز والصناعات المرتكزة عليه، كذلك كيمنحهم الفرصة لاندماج اقتصادي وتنسيق أمني أكبر باعتبار المشروع غيكون مشترك بين الجميع. ومن الناحية الأخرى، الأنبوب الجزائري كان دائما حبر على ورق، مشروع تخلق لمعاندة المغرب فقط وتجسيد منطق العناد والحسد. لكن اليوم استضافة موريتانيا والسنغال في صف المشروع المغربي وتصديرهم للغاز ديالهم انطلاقا من هاد الأنبوب كيمنح لنا الورقة الرابحة وكيحطم كل آمال الجزائر في اختطاف مشروع الأنبوب من المملكة المغربية. ولكن بلاتي دابا لعدة سنوات وحنا كنتقاتلوا وكنتنافسوا على هاد الأنبوب وكنعتبروه مشروع قومي واستراتيجي لبلادنا. علاش هاد الشي؟ شنو هي المكاسب الاقتصادية والسياسية اللي غيقدم لنا؟ علاش انضمام موريتانيا والسنغال كي تعتبر ضربة قاضية لكل المطامع الجزائرية، وأيضا إشارة على نجاح المغرب في المسعى دياله؟ كذلك شحال هي الكلفة ديال المشروع ككل، مدة الإنجاز والقيمة المضافة مقارنة مع المشروع الورقي الجزائري؟ هاد الأسئلة وأسئلة أخرى كلها غنجاوبكم عليها. لا تشي تبعوا معنا مزيان هاد الفيديو. معكم محمد سليم.